احنا الحين موجودين في واحدة من ازحم البوث في دي 23. ليش؟ لان عالم البطايق في ديزني وفي كل عالم الفاندم يكون هو من ازحم العوالم. ليش؟ لان كل البطايق اللي تكون موجودة هني راح تكون ليميتد اديشن، راح يكون عندنا اشياء خاصة فقط في معرض دي 23. ولحظنا راح نقابل رايان اللي هو الشخص اللي طور هاي اللعبة والشخص اللي وراء العقل، خلينا نقول المدبر وراء كل عالم لوركانا. اليوم احنا راح نتكلم عن اهم شيء موجود في الايفنت اللي هي بطاقات لوركانا. راح نتكلم مع مطور هاي الجيمز وراح نتعرف على كل شيء. Hey, how are you doing? Oh, it's so good. Thanks for having me on your show. This is really cool. We're super excited to have you. Yeah. What do we have? Well, this is the D23 collection. Shimmering Skies just launched on Friday. So this is this. And then Oswald here is actually a preview card from the next set. So that set's not even out yet. But we want to do something very special for the fans to say thank you for being with us for this first year. It's 204 new cards for the game. The theme of this set is kind of celebration. We want to bring Lorcana to the Middle East. Do you have any special message to the fans of the game in the Middle East? If and when we come to Middle East, I would love for you all to enjoy what we made for you. And so I hope that someday I can come out and play with you all and say hello and see all your smiles and help you bring your friends and family together too. Is there a chance I can get you to sign one of the cards for me? Absolutely. I'll sign this Mickey card right here. Amazing. Amazing. All right, here we go. There you go. Signed card right there. Oh my God. That's just for you, man. Thank you so much for coming. Thank you for having me on your show. Really thank you cool. so much. That's a pleasure. So fun. في يدي واحدة من أغلى البطايق اللي موجودة في المعرض. تخيلوا وياي سعرها $20,000، موقعة من رايان اللي هو الديزاينر، خلينا نقول، واللي صمم هاي الكاردز حق ديزني. هاي الكارد تقييمها 10 من 10 كبطاقة، وتقييم التوقيع 10 من 10. فتخيلوا وياي هاي دبل 10 فسعرها 20,000. وإذا رحنا الحين راح نشوف عندنا الست كامل موجود هني. تقدر تشتري الست كامل الليجندري $40,000. بس صراحة نشتريها على حساب صباح العربية. وسام شو رأيك أخذها؟ وعندنا الحين بطاقتنا من رايان وستيف الموقعة من لوركانا، راح ناخذها الى البي اس اي ونعمل معها تصديق او اوثنتيكيشن وجريدنج. واليوم احنا وصلنا الى وين؟ الى ايرفاين. طلعنا من دي 23، جينا على ايرفاين على الكولكترز. هني راح نعمل اوثنتيكيشن للبطاقه اللي حصلناها من معرض، بطاقتين اللي حصلناها من معرض دي 23 اللي وقع عليهم رايان ميلر اللي هو احد مصممين لعبه لوركانا. اليوم راح نشوف كم راح يكون الجريدنج حقها. يا رب تكون 10، يا رب تكون 10. اذا كانت 10 بعزمكم كلكم. يلا خلينا ندخل الحين ويا بعض على كولكتر. Hey. Well, it's good to see you. Good to see you. First of all, thank you for having us. I'm super excited to be here. And thank you for this opportunity. You're welcome. Yeah. You're welcome. Happy to have you. So you're going to take us through the process of how we submit, right? So we take the card and what do we do with it? We'll take the card, we'll go into our dealer lobby, we'll create a submission form. مثل ما شفتوا طلعنا الحين من البي اس اي من كولكترز واستلمنا البطاقتين. هاي البطاقتين اعتقد اول بطاقتين من ديزني 23 يتم لهم الاوثنتيكيشن. وبعد فوق هاي الشيء كامل انه غير الاوثنتيكيشن اللي صار لهم انه حصلنا الحين الجريدز. راح نطلع من هاي المقر الى استديوهات العربيه. وبعد متحمس اني اشوف ريم تقول لي كم تتوقع سعر هاي البطايق وصلها للحين بعد ما عملنا عملية الاوثنتيكيشن. يلا خلونا نروح إلى ريم.